إحنا الجيل القادم سنحمل رايات الجهاد في فلسطين وتحريرها، ونحن صامدين في أرضنا وقاعدين في مخيم البريج رغم تهديد الاحتلال الصهيوني، وإحنا لن نرحل من أرضنا وقاعدين في بيوتنا وصامدين في أرضنا. لو دخل علينا الاحتلال بدنا نقاوم، لو في إيش مكان بدنا نقاوم، حتى لو طخونا بدنا نموت شهداء. مش خايف، أنا بدي أموت شهيد عادي. إحنا بنحيي المقاومة في فلسطين.